وخلال مقابلة في نشرة سابقة أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، أكد أن الإنجازات التعليمية التي تحققها المملكة جاءت بفضل الدعم الكبير والمستمر للقيادة الرشيدة، مشيرا إلى أن البحرين شاركت في عدة اختبارات تنظمها منظمات دولية وحصدت خلالها على إنجازات عالمية رفيعة في عدة مجالات تعليمية. في البداية أن هذه الإنجازات أتت بالدعم الكبير والمساندة المستمرة التي تجدها وزارة التربية والتعليم من قيادة بلدنا العزيز، وهذا هو الذي مكن الوزارة ووفر لها الدعم اللازم والتسهيلات المطلوبة لتحقيق هذه الإنجازات. وهناك كلمة حق أيضا أن هذه الإنجازات هي جهد متواصل من أخوة كرام في الميدان التربوي أو في قطاعات الوزارة، يبذلون كل جهدهم من منطلق وطني بحت هدفه خدمة البحرين، الارتقاء بالتعليم الذي هو عصب التنمية وحجرها الراسخ. نعم. وكذلك أيضا التعاون وثقة أولياء الأمور بوزارة التربية والتعليم، فنحن شركاء في فرحة دائما ننتظرها وهي نجاح أبنائنا وتحقيق أفضل النتائج. أبرز إنجازات بتقارير ليس صادرة من البحرين، نعم، وإنما تقارير عالمية ودولية، وهو تقرير يصدر من منظمة اليونسكو التي تعتبر منظمة دولية عتيدة، تقاريرها مرجع أساسي، عندما أشارت أن الإنجازات التي حققتها البحرين وكانت لسنوات طويلة في الفئة الأولى من الدول التي تقدم أداء تعليمي متميز والأعلى عربيا في كثير من المجالات، فهذه شهادة حق دولية. نأتي إلى منظمة أخرى تقاريرها مرجع أساسي لدى الجهات العالمية، لدى الأمم المتحدة، البنك الدولي واليونسكو وغير ذلك من الدول التي تقيم أداء الدول تنمويا وتعليميا. مثلا نأتي إلى الاختبارات الدولية في الرياضيات والعلوم، وهي اختبارات معروفة بدقتها ونظامها التيمز، مقارنة بهذا بآخر امتحان والامتحان الذي قبله حققت 45 درجة نسبة التقدم، درجة معيارية. إذا كنا الأعلى على جميع دول العالم التي شاركت في هذه الاختبارات.